ها؟ نقول من جموع الكثرة فعل يجمع عليه، يجمع عليه ما كان على أفعل أو فعلاء، وهما وصفان متقابلان، أو أن أحدهما منفرد لمانع في الخلقة. في مثال المتقابلين تقول في جمع حمراء حمر، وفي أحمر حمر، وفي أسود سود، وفي سوداء سود، وتقول في جمع آدر وهو وصف خاص بالذكور تقول أدر، وفي جمع رتقاء وهو وصف خاص بالإناث رتق. فأنا قوله فعل لنحو أحمر وحمراء. نعم. فعل قال جمع لم يطرد، لم يطرد في شيء، ولكنه نقل في بعض صناع بعض الأجزاء كصبي وصبية وشيخ وشيخة وغلام وظلمة وذنا، ذنا بذاء مكسورة فنون فألف مقصورة، وهو الثاني في السيادة، يقال ذنا ويقال في جمعه ذنية. قال بعضهم فصبية وشيخة وفتية وغزلة وغلمة وذنية سمع في هذه، هذا قوله وفعل، وهو من جمع القلة، فعل من جمع القلة نقل. تفضل. نعم. يقول انه مرتبط بعبد القادر اذا ما هو جامع. اذا فقط انت جاي، انت فقط والاخ انا وشيخ اتقيت عليه ما بدا لي عذر. اذا حياكم الله، حياكم الله. نعم. وفعل اسم الرباعي بمد، قال من جموع الكثرة فعل، وهو لكل اسم رباعي قبل آخره مد، على أن يكون صحيح اللام وغير مضاعف. وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد، جملة إعلالا فقد صفة للام، فقد اللام الإعلال. مثال ذلك سرير وسرر وعمود وعمد وعنان وعنن، فإن كان مضاعفا وكانت المدة واوا أو ياء لا يختلف الحال، نحو ذلول وذلل وسرير وسرر، وإن كانت المدة ألفا وهو مضاعف فيقل جمعه على هذا الجمع. وسمع من ذلك عنان وعنن وحجاج وحجج، بعكس قنطار وفيل وسور وعصفور، لأن أي منها ليس رباعيا. وكذلك إذا كانت اللام معتلة لا يجمع على جمع، نحو قباء وأقبية، سبق قباء وأقبية وكساء وأكسية. أنا قوله وفعل، وأخل ابن مالك رحمه الله تعالى بفعول وصفا بمعنى فاعل يجمع على جمع، تقول صبور وصبر وصدوق وصدق. وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، فإذا ضعف الألف غالبا لا يجمع على الجمع. ما بعده وفعل الجمع جمعا لفعلة الألف من جموع الكثرة فعل يجمع عليه فعلة، كغرفة وغرف وتخمة وتخم وصورة وصور ودمية ودمن، كنت أريد أن أمثل بمعتل اللام دمية ودمن. وكذلك قال يجمع عليه، يجمع عليه فعولة اسما كجمعة وجمع، وفعل وفعل جمعا لفعلة عرف ونحن الكبرى، كذلك نحو كبرى تقول كبرى وكبر وصغرى وصغر ودنيا ودنا وقصيا وقصى. فعلة ها؟
قد يجيء جمعه على فعل. ولفعلة فعل، لا ولفعل، قال من جموع الكثرة فعل، وهو لفعله نحو لحية ولحن ومريا ومرا وقربة وقرب. وقد يجيء جمعه على فعل، قالوا فعل وفعل يتعاوران، يقع كل منهم وقع الآخر، تقول لحية ولحن وصورة وصور وحلية وحلن يتعاوران. أنا قلي وقد يجيء جمعه على، وتقول قوة وقوة بقياس، وتقول قوة كذلك. في نحو رام ذو اضطراد فعلة، رام وصف لمذكر عاقل معتل اللام يجمع على فعلة، كقاض وقضاة ورام ورماة وغاز وغزاة. خرج نحو ضارب، صحيح اللام، خرج نحو واد ليس وصفا، واد اسم، خرج نحو ضار معتل ولكنه وصف لغير عاقل. أنا أقول في نحو رام ذي الطراد فعل، وهو من جميع الكثرة رام. وشاع نحو كامل وكملة، كملة قالوا سمع في وصف، في وصف صحيح اللام اعتلت عينه أو فاؤه أو لم تعتل، نحو سفير وسفر، سفير وسفر، أو اعتلت فاؤه نحو وارث وورث، أو اعتلت عينه نحو خائن وخون وبار وبرر. أنا أقول وشاع نحو كامل وكمل من جموع الكثرة فعل. نعم فعلا لوصف كقاتل، فعلا قالوا قالوا جمع لوصف دال على توجع أو تشتت أو هلك، فعل وصف كقتيل، فعيل معناه مفعول، قتيل وجريح، قتلى وجرحى وزمن وزمنى وميت وموتى وهالك وهلكى. فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم اقرا. لفعل اسم صح لام فعله، لفعل اسم صح لام فعله من جموع الكثرة، وهي لفعل اسما صحيح اللام، نحو كوز وكوز ودب ودبب. قرأ النص مرة أخرى. لفعل اسما صح لام، لفعل اسما صح لام، بعكس عضو، عضو اسم على فعل ولكنه معتل اللام، لفعل اسما صح لام فعل. والوضع كذلك خرج الوصف نحو حلو، حلو يوصف اسم صح لام، والوضع في فعل قالوا غرد وغردة وقرد وقردة، والوضع في فعل وفعل قلل بعكس الصفة منهم، لا يجمع حلو وجلف وضخم على الجمع. كذلك المعتل اللام كعضو ونحي، عضو ونحي. نعم وفعل لفاعل وفاعلة، من جموع الكثرة فعل، وهو لوصف على فاعل، كعاذل وعذل وعاذلة وعذل، وصفان متقابلان. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين، نحو عاذل وعاذلة، ومنه الفعال تقول عذال عذل وعذال، وعاذل وعذال. نعم ومن الفعال في المذكر فقط، الفعال المذكر فقط، وذان وهما فعل وفعال في المعل لا من ندر، سمع غزا او كان غزا، لو كان عندنا ما ماتوا، وذان في المعل لا من ندر، وسمع غزاء وسمع نفاس. نعم في المؤنث. نعم فعل وفعلة فعال لهما، قال من جموع الكثرة فعال، وهو كثير جدا يطرد في اوزان كثيره جدا. فعل وفعل واطلق، فيجمع على فعال
فعل وفعل اسمان أو وصفان. تقول كعب وكعاب وخدلة وخدال، امرأة ممتلئة خدلة وخدال، وضيعة وضياع على قليل، وضيف وضياف. وهذا قوله ولاني في المعلي وقل فيما عينه ليا منهما، وهو ضيف وضياف وضيع وضياء. نعم. وتقول كذلك ضخم وضخام، ضخم وضخام، وخدل وخدال، امرأة ممتلئة. نعم. كذلك يجمع يأتي فعال على ماذا؟ وفعل أيضا له فعال، فعل كجبل وجبال وجمل وجمال. وفعل أيضا له ما لم يكن في لامه اعتلال، نحو فتى لا يجمع على جمع، أو يكون مضعفا لا يجمع عليه طلل. كذلك أخل باشتراط الاسمية، لا بد أن يكون اسما، الوصف لا يجمع عليه. لا تقول في بطل بطال. ومثل فعليل التاء من فعليل التاء، فعل وفعل كرقبة ورقاب، ولا بد أن يكون اسما أيضا. وفعل مع فعل، فعل كقدح وقداح، وفعل كرمح ورماح. من فعل التاء وفعل مع فعل فاقبلي. نعم. نعم. وفي فعيل وصف فاعل ورد، سواء كان لمؤنث أو مذكر. والفصيل نحو طويل وطوال، وظريف وظراف، وظريفة وظراف، ولا يكون بمعنى مفعول، لا يقال في قتيل قتال ولا في جريح، لا يكون فاعل وصف فاعل. وفي أصل كذلك في أنثى أيضا الطرد كطويل وطوال، طويلة وطوال، ووليف وظراف. نعم. وشاع في وصفنا على فعلانا أو أنثيه، فعلان أنثياه، فعلى وهو الأكثر، وفعلانا يطرد في الجميع. وشاع في وفعلانا كغضبان وغضاب، وغضبة وغضاب، وعطشان وعطاش، وعطشة وعطاش. وها أنا أقوله وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أنثياه، فعل بالقصر وفعلانا بالتاء. ومثله فعلانة، تقول خمصان رجل خمصان ورجال خماص، وتقول خمصانة وخماص. ومثله خمصانة، ومثله فعلانة، والزمه في نحو طويل وطويلة تفيد. فعيل، فعيل بمعنى فاعل، واوي العين بجمع الجمع. تقول طويل وطوال، وصويب وصواب، وقويم وقوام. قالوا لم يسمعوا إلا هذه الألفاظ الثلاثة، صويب وقويم وطويل.